السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، شلونكم؟ الله يعطيكم العافية، معكم محمد من قناة السيزون 11. والله يا شباب، يعني في أحد التعليقات إجاني قال يا عزيز بسمي قناتك سيزون 11 من كنت ما نزلت تسريبات. معلش شباب عذروني، والله معنا فيديو جدا جدا مهم شباب، أول مرة راح تشوفوا هيك تسريبات عن السيزون 11 من داخل السيزون 11. يعني مو بس تسريبات، من داخل سيزون 11 ان شاء الله هندخل عليه باذن الله تعالى. فلذلك يا شباب كل الفيديوهات عم نزل الحمد لله عم توصل ل 10000 لايك، شكرا كثير لكل الاشخاص عم تحط لي لايك، بس عم تردني بعض التعليقات. هلا بدي اخرج عن نطاق الموضوع لمده دقيقه واحده، اعذروني بس عشان نشوف التعليقات شباب اللي عم تردني. طبعا يا شباب في كثير انا تعليقات عم تردني عندي اني سمي قناتك سيزون 11 وما بعرف شو، يعني عم تنزل كثير تسريبات. طب يا شباب، طب انا عم توصلني التسريبات عم توصلني بشكل متقطع، طب شو اسوي انا؟ شو اسوي؟ نزلت فيديو هون طلعوا خطا قلت لهم رح اعوض لكم عنه، طب شو بدي اسوي اكثر من هيك؟ ما بطلع بيدي اكثر من هيك. مشان موضوع الاشخاص اللي عم تبعث لي تعليقات انتقاد، يا شباب ما في قناة على اليوتيوب ما بتتعرض لانتقاد، ما في قناة على اليوتيوب ما بتتعرض لهيك تعليقات. يعني مختصر ومفيد، مثلا هذا الشخص انت عم تشاهدني والله ما بتحب عزام ما في، ما بتحب قناة عزام ما في، في امكانك يعني في كي سهولة شباب انك تلغي الاشتراك ولا بتفرج على عزام ما في، ما في داعي تنزل التعليقات وتفرجي الناس تربيتك المنزلية الفاشلة مثلا. فهمتوا على شيء شباب؟ يعني انا بهمني كيف بدك علق، كيف بدك احكي، اعمل ديسلايك، شو بدك اعمل، هذا انت معك حريه شخصيه، بس حريه الشخصيه، بس ما تنزع تعليقات وتغلط بالتعليقات، لان كل واحد بعلق حسب تربيته المنزليه، كيف متربي انت ببيت اهلك، تجي عند الناس وبتعلق وبتحكي. انا ما بهمني شباب وما برد عليهم شباب، فهمت علي كيف؟ هذا موضوعنا. طب في انا عندي اشخاص بتحبني وبحبهم وبنزلهم تسريبات وهن ومشتركين واحباب قلبي شباب، وفي بعض الناس مثلا ما بتحبني يا عزاب، انت ليش عم تظهر لي؟ انا بدي احذفك. طب احذفني ليش؟ كل فيديو بترجع تنزل نفس انت نفسك او هل الكم شخص بيجي نفسه بيرجع كل فيديو بيرجع بعلق لي؟ يا اخي احذف قناتي اذا انت ما عجبتك، فهمتوا علي شباب؟ فبعتذر منكم، خرج عن نطاق الموضوع وخلينا شباب مع التسريبات وشو بدكم علقوا وشو بدكم اعملوا، انتم حرين حرين، وانا بحترم كل الاراء وبحترم كل الاشخاص المتابعين، يعني المتابعين هن اهم شيء عندي في القناه. وخلينا شباب مع التسريبات. مثل ما كل شيء شباب، هلا نحن دخلنا داخل السيزون 11. طلعوا شباب اول ما بنفتح نحن الببجي موبايل على السيزون 11 اللي انتم شايفينه، موعد التحديث بالضبط او موعد نزول السيزون شباب بالضبط لسه ما عرفناه بدقيقه او ساعه، بس عرفنا انه طالع عليه فيديو باذن الله تعالى. طبعا هون شباب هون انت عندك الموسم مكتوب هون سيزون 11 للمصداقيين، وهدول السكنات اللي انت راح تاخذهم ان شاء الله بالموسم، بس رفعت على الكونكر مثل ما كنتم شايفين. هدول الثلاث سكنات، سكن البنت وسكنين الرجل وسكن الرجل الالي النصين شباب، هذا كلياته راح يطلع لك بالسيزون، يعني ثلاث سكنات راح يطلع لك انت بالسيزون. طلعوا شباب هذا هو الموسم، عندك هذا السكن مع سكن الشباب بي مثل كمامه بحطوها على تمه، بعدين عندك سكن سلاح، بعدين عندك سكن باراشوت، بعدين عندك سكن لوجو، بيطلع لك هدول كلياتهم بالسيزون. طلعوا شباب طبعا هدول بالموسم، اذا كان بالسولو ولا كان بالدو ولا كان بالسكواد، ولا اشخاص عم تقول لي يا عزب لا تسرع بالحكي كمان، هلا راح ابطئ حكي كثير كثير. طبعا انا برا التعليقات كلياتها شباب، لا تفكروا اني ما برا تعليقات. مثل ما كنتم شايفين عندنا، ها هي اللوجو تبعيت السيزون 11 اللي كثير اكثر من رائعه. هذا هو الباراشوت مع سكن السلاح اللي شايفينه. هلا بننتقل على موضوع ثاني طبعا، بس هلا حاليا عم نحكي، بس خلينا نشوف شباب هلا ايمن انت بتحسن تاخذ هدول. مثل ما كنتم شايفين بتوصل على اين مستوى بتحسن تاخذ انت هدول الباراشوت وسكن السلاح وسكن اللباس اللي بتحسن تاخذه مثل ما كنتم شايفين. هلا هون في شباب في نزلت معنا المودات، طلعوا شباب هدول كل المودات الموجوده معنا هلا حاليا، راح يضيفوا مود. يعني هون في مود قاذف ار بي جي لحاله شباب، في مود قاذف ار بي جي لحاله، طبعا غير المود الطيران اللي حكينا عليه، كمان راح ينزل كمان مود طيران، مود خاص شباب ومود طيران. طلع شباب هالمودات، في مودات هون بنعرفها بس في مودات هون قاذف ار بي جي جديد. في عندك هون المود اللي مكتوب عليه شباب، محطوط عليه مرسوم عليه جمجمه، كمان هذا مود جديد لسه ما طلعنا عليه وما بنعرف. مود الزومبي قديم كمان كلياتنا بنعرفه، في مودات جديده كمان راح تنزل ان شاء الله عنا بالاركيد. واللي عم بيسالني يا عزاب، لحد الان ما شفنا فيديو من ار بي 1 لار بي 100 شباب لاطاعيكم، بس لحد الان لسه ما وصلني، لسه ما وصلني انا التسريبات بتشرني بشكل متقطع، والشركه نفسها بتنزل تسريبات بشكل متقطع، عشان ما حدا يجي يقول لي يا عزاب انت عم تنزلنا فيديوهات كثيره. طيب انا اول باول بشكل معلومات، ما بحب ننزل معلومات قبل بساعه، فورا بكونوا عندك المعلومات انت مشان انت تشاهدها. يلا شباب هذا كل مرق على الفيديو، اراءكم واقتراحاتكم بشوفها تحت بالتعليقات، اذا ما لك اشترك القناه، اشترك القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وحاولوا نوصل هذا الفيديو اكثر من 10000 لايك، وشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم كمان هن يستفيدوا. يلا شباب داني فيديو، كان معكم اخوكم بالله محمد، تابع قناه مافيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذاب المافيا.
عذاب المافيا، عذاب المافيا، اذكر اسمي الصح. عن عذاب المافيا قالوا انه مانو كانديدات، لكن هم منن عارفين انه لاطي ومستناهن اي كلمه بيحكوا عنه تعتبر اخر شي بحياتهم. جهز كفنك هلا بايدك، عذاب المافيا رح يمسحهم. بالببجي انا مستلم الجلد والتعذيب، رح خلي اسماءهم تطفي كالنار بقلب جليد. game after game I'ma reach the mouth, head shot in your face, pull the trigger now. I'ma kill them all, انا رح ذل الهول، ما بيشبعني السكواد لهيك بنزلهم بسولو. تخصص سلخ جلدهم جلد وشهم، ان كان بوست بوشينكي او بنص واشنطن. عذاب المافيا بيجيلك كم برجايلك، بلقن بقمنس بصوب بام بعينك. قدامي ما في سكينة ما بتفيدك الضغينة، ورجيني شوفي بايدك، وقف بالي بصيدك بوشينكي خلص اصيدك. عالحاويات ما حدا بفيدك، بالسكول الله بيعينك، وين ما بكون انا رح جيبك. خليني ذكرك اني محترف بالانفور، ما حدا بيطلعلو معي بالجيم انا الماتادور. ان كان قناص بيدي او كان بيدي سكار، احذر مني حاخد الجيم خاوة بالزور. بهرب بهرب مني شكل فرار، صدقني وين ما تخبيت رح صيدك مثل الفار. وينه وينه تشيكن دينه، انا هون ارض سما بر بحر حاكم سيطر. انا هون انا جيش بحالي ضدهم مو شايفهم، واجهني فيس تو فيس، لا تهرب كهيلاري كلينتون. بابجي 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 بابجي. عن عذاب المافيا قالوا انه مانو كانديدات، لكن هم منن عارفين انه لاطي ومستناهن اي كلمه بيحكوا عنه تعتبر اخر شي بحياتهم. جهز كفنك هلا بايدك، عذاب المافيا رح يمسحهم. بالببجي انا مستلم الجلد والتعذيب، رح خلي اسماءهم تطفي كالنار بقلب جليد. game after game I'ma reach the mouth, head shot in your face, pull the trigger now. I'ma kill them all, انا رح ذل الهول، ما بيشبعني السكواد لهيك بنزلهم بسولو. تخصص سلخ جلدهم جلد وشهم، ان كان بوست بوشينكي او بنص واشنطن. عذاب المافيا بيجيلك كم برجايلك، بلقن بقمنس بصوب بام بعينك. قدامي ما في سكينة ما بتفيدك الضغينة، ورجيني شوفي بايدك، وقف بالي.